السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده نتعرف بقى على حاجة جديدة، تاج جديد اسمه التيبل. من اسمه يعني جدول. إزاي أعمل جدول في ال HTML؟ واحدة واحدة وبالتفصيل إن شاء الله. إيه التاجات اللي في التيبل ده عشان تعمل الصفوف، وإيه التاجات اللي بتعمل الأعمدة، وإيه التاجات اللي بتعمل العنوان للجدول، وهكذا. تعرف عليهم بالتفصيل واحدة واحدة إن شاء الله. في الفيديو ده نتعرف على إزاي نعمل صف وإزاي نعمل عمود تيبل واحدة واحدة. دلوقتي الصف، يعني دلوقتي انت عايز تعمل صف كده، صف في كذا عمود، في ثلاث عواميد. لو جينا عملناهم بالتيبل ده بيتعمل ازاي؟ قال لي اول حاجة التاج اللي بتعرف التيبل اسمها تيبل. طيب تمام، انت عايز تعرف كم صف؟ عايز اعرف صف واحد وثلاث عواميد. قال لما تيجي تعرف صف بالتاج مسؤول عن كده اسمها التي ار. كده انت عرفت صف واحد دلوقتي. التي ار اختصار لكلمه ايه؟ قال لي التي اختصار لكلمه تيبل، والار الاختصار لكلمه رو يعني صف. يبقى تيبل رو. انت دلوقتي كده عرفت صف. عايز تعرف جوه الصف ده عمودين او ثلاث عواميد. ايه التاج اللي مسؤول عن عمود؟ قال لي حاجه اسمها تي دي، اللي هي تيبل داتا، مش تيبل، مش تي سي، لا تيبل داتا، تي دي. كده انت عرفت اول عمود. عايز تعرف كمان عمود، فتعمل كوبي، تعمل تاني عمود. لو كتبت جواه حاجات مثلا، هكتب جواه اي حاجه، رقم واحد مثلا ورقم اتنين، اشوف ايه اللي هيظهر. ريفرش، ظهر واحد واتنين. طب فين الجدول؟ قال لازما في اتريبيوت لازما يكون موجود في التيبل. وانت بتتعلم HTML في السي اس اس، هنبقى نعمله بالسي اس اس ان شاء الله. قال لي البوردر، يعني الحواف بتاعت الجدول لازم أن تكون موجودة. أعمل ريفرش ألاقي الجدول موجود. لو عملت زوم ألاقي الجدول موجود عندي أهو. تمام جدا. يبقى ده صف واحد أهو فيه اتنين عمود، اللي هو الواحد واتنين. طب لو أنا عايز أعمل صف كمان، عادي أعمل تي آر كمان واحدة، بس عايز أعرف في الصف ده تلات عواميد بقى. يبقى هتقول كام تي دي؟ تلاتة تي دي. أول ده أول عمود، تاني عمود، تالت عمود. أقول ده نمبر 1 وأقول ده نمبر 2، نمبر 2، وده اقول رقم 3 نمبر 3. وهعمل ريفرش، لقيت عمل ايه؟ لقيت ده اول واحد اهو في 3 في 2، ده اول صف اهو، ده اول صف. في كام؟ في عمودين، اللي هو رقم 1 ورقم 2، في عمودين اهو. طب الصف الثاني في كام عمود؟ في 3 عواميد، اللي هو نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3. طبعا انا مش ضايف عمود تالت عشان كده ظاهر مكانه فاضي. لو انت عايز تضيف واحد كمان فتضيفه هنا، يبقى 3 عواميد بالظبط كده، فيظهر مكان هنا 3. طيب تمام، يبقى كده انا عملت صفين وثلاث عواميد. يبقى الصف اللي هو اي صف بالعرض كده يبقى ده اسمه تي ار، بالفيرتيكال يبقى اسمه تي دي، تيبل داتا. تاني تي ار، تيبل رو. طيب تمام جدا. لو انا عايز اعمل بقى مثال، اقول مثلا في، عشان نتعرف على تاج جديده فيه، اقول ان هعمل تي ار واقول في تي اتش، هنعرف دلوقتي اختصار لكلمه ايه. اقول مثلا في الستودنت، الستودنت نيم، وبعد كده عايز اكتب الاسماء الطلاب، هعمل تي ار تاني. اعمل هو بس مجرد جدول في عمود واحد، صف واحد بعمود واحد. اعمل تي دي، قصدي كذا صف بس هو عمود واحد. اقول مثلا اسم مثلا زي يوسف، واجي اشوف اللي انا عملته. ريفرش، ده التي اتش لقيته خط مختلف عن الايه، كلمه اللي هو التي دي. قال لي صح. ليه؟ عشان التي اتش اختصار لكلمه تيبل هيد، الاتش اختصار لكلمه هيد، فبتعمل لي الخط عريض شويه، بيبين لي ان التي هيد ده يعني اللي هو راس الجدول يعني. فانت قايل راس الجدول هيبقى ستودنت نيم. بعد كده كل الاسماء اللي جايه هتبقى في صف لوحدها في عمود واحد، يوسف مثلا ومحمد واحمد مثلا، فتلاقي كله ظهر تحت بعض. انا قايل ادي اربع صفوف، يبقى اربع تيار، واحد اتنين تلاتة اربعة، في كل تيار عمود واحد، هو عمود واحد بس، يبقى في كل تيار تي دي عمود واحد. فاول واحد ما جابش تي دي ليه؟ قال لي ممكن تكتب لا تي دي لا تي اتش، بس انت بما انه راس الجدول فبتخليه تي اتش، تيبل هيد، فبيظهر بالشكل العريض ده شويه.
ممكن انت بقى تزود كمان، لو زودنا كمان تي اتش ومثلا الجريد بتاعته، الجريد بتاعت الطالب، واعمل ريفرش هيظهر لي الجريد، بس لسه ما حطيتش جريد لكل واحد، فلازم انت تزود لكل واحد تي دي. يعني في الصف دلوقتي في اول واحد الصف ده فيه عمودين، وفي كل صف تاني فيه عمود واحد، لازم انت تزود عمود كمان. فتزود هنا مثلا تقول الدرجة بتاعت يوسف مثلا جايب 70، الدرجة بتاعت محمد جايب 80، الدرجة بتاعت احمد جايب مثلا 90، واعمل ريفرش فيظهر لي الدرجات زي ما هي كده بالظبط. طيب تمام، يبقى كده ده التيبل هيد رأس الجدول، وده البادي بتاع اللي هو البادي بتاع التيبل بتاعنا اللي هو يوسف والمعلومات بتاعت كل واحد فيه. يبقى كده عرفنا في الفيديو ده ايه هو بتعمل ازاي الصفوف وبتعمل الاعمده ازاي. بعمل الصفوف بالتي ار، التي ار اختصار لكلمه تيبل رو، ده الصف بيعمل صف كده، والعمود اللي هو العمود كده بيعمل عمود بالطول. فكون انا عملت اربع صفوف يبقى في اربع صفوف هنا، واحد اتنين تلاته اربعه، في كل صف عمودين، اول واحد فيه عمودين اللي هو مين ستودنت نيم والجريد، تاني واحد فيه عمودين اللي هو يوسف والدرجه بتاعته، وهكذا. ما ننساش البوردر، لان لو شلت البوردر هيكون فيه المعلومات موجوده بس من غير ايه؟ من غير البوردر بتاع الجدول بتاعك، فلازم تخلي البوردر موجود عشان يظهر طب ده البوردر ده، يعني انا مش عايزه اتنين بوردر كده، هنعرفها بالسي اس اس ازاي تشيل تخليها بوردر واحد بس، بس ده في السي اس اس ان شاء الله. يبقى عرفنا الجدول بيتعمل ازاي، التيبل رو والتيبل والتيبل داتا والتي اتش راس الجدول. في الفيديو الجاي هنكمل لسه في حاجات ثانيه في التيبل، هنعرفها في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.